يا سيدي القضاء الجزائري لم يحصل له الشرف، القضاء كمؤسسة قضائية لم يحصل له الشرف منذ 62 إلى يومنا هذا أن يحال عليه وزير، أن أحيل عليه وزير أو نائب في البرلمان. يعني رغم أنه الوزراء من 62 إلى يومنا هذا حوالي 730 وزير تولوا الوزارات، من هذا العدد لم يحال أي وزير على القضاء الجزائري إلا هذه المرة. تجيك من الملفات، يعني الملفات توصل ولكن ممكن ولا تبريغات ولا بطبيعة الحال كان فيه تبريغ ضد وزير مثلا فاسد. يا سيدي أنا نهار بلغت المفتش العام بالأمور هذه، اسمعني وكل شيء، قال لي هذا أمور خطيرة ودك الوزير يتخذ موقف منا. بعد 15 يوم يعيط لي المفتش العام قال لي راه الوزير عطى التعليمات باش نفصل بين الواقع تاع الملفات هذه وحدها بينك وبين النائب العام، وبين الواقع بيني وبين رئيس الجلسه ما درت له ملاحظه. خلاص قطع المحضر الاول اللي كان يضم الواقع كل في محضر واحد ودرنا المحضرين، قال لي باش يتخذ اجراءات متابعه ضد النائب العام. بالعكس لما احلت على مجلس التاديب بديت نتكلم مع رئيس مجلس التاديب انذاك على الواقع هذه، قال لي انا في الملف ما عنديش الواقع، وصح داروها في محضر وحده بدلوا لك المحضر. قال لي انا عندي بنتو رئيس المحكمه. قلت له هذه زوج كلمات ما عندي حتى علاقه، ما عندي حتى مشكل مع زميلي تلفظ بعباره غير لائقه، وجهت له ملاحظه ناض مولها ما رد لي كلمه، غادر الجلسه فقط استعملوها للاطاحه بك يعني نعم من خلال بوش التحفظ.